بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، تصفيق بربي على الفرقة. يعطيهم الصحة، هم جايين جراتويتمون لنا احنا باش يرافقوكم في الجورني هذه. بارك الله فيكم، ميرسي. نواصلوا العمل بتاعنا، والان نحب نحيل الكلمة للسيد المندوب الصناعات التقليدية. مرحبا بك سي كاظم المصمودي، تفضل. شكرا. في البدايه نحب نرحب بكم جميعا، نشكر شباب الغرفه على التنظيم هذايا وعلى حسن التنظيم، نشكر كذلك الفرقه الموسيقيه. والمداخله بتاعي حول قطاع الصناعات التقليديه. في البدايه باش نعطيكم فكره شنو الصناعات التقليديه، باعتبار انه رغم اللي يسمع واحد صناعات تقليديه يقول من اقدم الصناعات من اقدم الحرف والناس كنت تعرفها، لكن يبقى ديما المعلومه ضمن الوصفه. نجموا تشوفوا حتى في القاعه مثلا لو عندكم عرض من الصناعات التقليديه، تشوفوا الاثاث، تشوفوا الاحجار المنقوشه، هذه تسمى صناعات تقليديه. دونك بالنسبه لنا احنا على مستوى وزاره السياحه والصناعات التقليديه وعلى مستوى الديوان نعرفوا كل ما هو حرفه يدويه، حرفه فنيه، عمل مستوحى من التراث، عمل في جانب كما قلنا فني ابتكاري، هو صناعات تقليديه. الصناعات التقليديه تقريبا قانون يحددها بأكثر من 75 حرفة، 75 اختصاص. كما قلنا الصناعة التقليدية هو كل ما هو نشاط إنتاج أو تحويل أو يعتمد أساسا على العمل اليدوي وذو طابع فني. دونك عندنا أكثر من 75 اختصاص، 10 مجموعات من الحرف. باش إنسان يمارس اختصاص من اختصاصات الصناعة التقليدية ثم بعض الشروط. كي نحكيوا احنا على الصناعة التقليدية قلنا 75 اختصاص، معناتها كل شخص شاب فتاة مهما كان السن نتاعو يتجاوز عمره 20 سنة فما فوق بإمكانه باش يتمتع بعدة امتيازات وحوافز. دونك كي نحكيو على الصناعات التقليدية نحكيو احنا موجودين في معتمدية معروفة بالصناعات نتاعها. كي نحكيو على الصيادة لمدة بحجر ما نجموش ما نحكيوش على النسيج اليدوي، خاصة الفوطة واللي هي تقريبا من أحسن المنتوجات قاعدة تتصدر. تقريبا عملناهم عندنا أكثر من 2 مليارات صادرات، منهم 1.5 مليار اللي وقع مراقبتها في الديوان في المنستير، لكن ثم برشا مؤسسات وتجار قاعدين يصدروا الفوطه نتاع لمطه وصياده وبحجر وقصر هلال من معناتها خارج ولايه المنستير. دونك جهه معروفه بالصناعه هذه، صناعه الفوطه. دونك النسيج اليدوي ابائكم وجدودكم خدموها بطريقه تقليديه، لكن الشباب تو قاعد يطور فيها، وثم برشا ولاد وبنات اللي عاملين حتى ديزاين، عاملين في التساج، عاملين في لابيمون، اللي قاعدين يستعملوا الفوطه ويوظفوها في حاجات جديده. دونك نحكيو كيف كيف عن على الصناعه التقليديه، نحكيو قلنا على بيمو خياطه، خياطه رفيعه، خياطه الملابس التقليديه. نحكيو على بعض الاختصاصات نتاع الفخار، الخزف، شفتوا الخزف والفخار، تشوفوا النقش على الحجر، تشوفوا الموزايك. نحكيو على الصناعه التقليديه كيف كيف كل ما يخص المعادن، الحداده الفنيه، النحاس. دونك اللي يخدم كل الفيرون اللي دار في الفورجي يعمل اثاث بالحديد هذاك تسمى صناعه تقليديه. اللي يخدم الذهب بالمجوهرات المسوق صناعه تقليديه. بعض اختصاصات الخشب، شوفوا الاثاث التقليدي، شوفوا بعض منتوجات معناتها اللي يقع استعمال فيها العمل اليدوي ونجموا نستعملوا حتى الاله تعتبر زاد الصناعه التقليديه. ثم بعض اختصاصات الجلد، السكاجه التقليديه، صناعه المنتوجات من الجلد، الاحذيه التقليديه هذه كيف كيف صناعه تقليديه. ثم كيف كيف ثم بعض الاختصاصات اللي هي صناعات تقليديه كما صناعه الحلويات، صناعه الاكله التقليديه. عندكم مثال في لمطه صناعه البسيسه اللي هي حرفه تقليديه، وعندنا توا المئات في ولايه مونستير اللي عندهم شهاد كفاءه ومتحصلين على بطاقات حرفيه في صناعه هذه واللي هي قاعده تتطور بشكل كبير. صناعه الحلويات التقليديه، الرسم والتزويق. دونك اكثر من 75 اختصاص. وباش انسان يمارس حرفه من الحرف هذه ويتمتع بالامتيازات لازم يكون عنده يا اما دبلوم شهاده في الكفاءه، دبلوم معناتها شهاده تكوين مهني او دبلوم جامعي يكون تخرج من مؤسسه تكوينيه او مؤسسه تعليم عالي في اختصاص ينجم يكون عنده علاقه بالصناعه التقليديه. واذا ما عندوش يكون يستجيب لبعض الشروط، اهمها انه يكون عنده 3 سنوات اقدميه في الحرفه هذه، ينجم يعمل اختبار فني، يعمل ابتي تيست عند الاداره الجويه للتكوين المهني والتشغيل، وبالاختبار هذاك يتحصل على شهاده في الكفاءه المهنيه. دونك الشهاده الكفاءه المهنيه دي ما تطلبش حتى اكثر من اسبوع باش يتحصل عليها. وينجم زاد كيف كيف اللي ما يمارس مهنه من المهن هذه ينجم يبعث مؤسسه، لكن
يتعهد انه باش يشغل فني او فنيين مختصين اللي عندهم دبلوم او شهاده في الكفاءه الماليه. ثم كذلك ثم مشاريع اللي تسمى مجمعات، يعني ينجم انسان باعث ما عندوش حرفه يدويه في دي، لكن ينجم يعمل مشروع يجمع الترفيهين، يعمل مؤسسه باش يروج المنتوج نتاعهم، ونفس الشيء احنا نعتبروه مؤسسه في الصناعه التقليديه نعتبروها مجمع. دونك هذوما معناتها الشروط ممارسة الحرفة التقليدية، أهم شيء هو الحصول على شهادة كفاءة مهنية، ويقع تسجيله في الديوان ونسلموه بطاقة، نسلموه وصل تسجيل حرفي يتسجل عنا، وعنا تقريبا على المستوى الوطني أكثر من 150 ألف حرفي اللي مسجلين، منهم تقريبا حوالي 10,000 في ولاية المنستير. دونك بعض الاختصاصات اللي نجموا باش تاخذوا فكرة، مثلا على الصناعة التقليدية عنا الفخار موجود في المقنين خاصة وموجود في الوطن القبلي، دونك هذا اختصاص صناعة تقليدية. الفخار المقنين نشوفوا فيه زاد كيف وقاعد يقع تصديره بصفة كبيرة، عندنا أكثر من سنة في 2015 تقريبا 3.5 مليار صادرات من المقنين في الفخار هذا. كيف الموزايك الفسيفوساء، أنتم سيرتو اللي من لمطة يعرفوا معناتها الفسيفوساء موجودة في لمطة طريقة تقليدية، ويقع وقع ابتكار وتجديد، يقع استعمالها حتى في الديكور العصري في لي جاردان في لابياج دي مير وكل شيء. كيف الفوطه، هذوما الفوطه نتاع الجهه نتاعكم المنطقه نتاعكم، واللي هي قاعده تتصدر بصفه كبيره ومعناتها مصدر كبير نتاع تشغيل، وخاصه نتاع ادخال العمله الصعب، وقاعدين حتى شباب خريجين تعليم عالي يبعثوا في المشاريع هنا. كيفاش نوظفوا النسيج اليدوي سيرتو في المناطق نتاع المناطق الداخليه والجنوب، وعندنا شكون حتى في الساحل اللي قاعد ياخذ النسيج ويوظفه ويعمل له كرياسيون وقاعد يروجوا حتى على المزهدات، او مثلا المنتوجات قاعده تتروج في باريس وفي ميلان وفي فرانكفورت. كيف بالنسبه للتطريز، تنجم تكون انت موهوبه في التطريز اليدوي بطريقه تقليديه، لكن نجم تطوروا تستعملوا في الاثاث وفي الديكور، وهذوما كيف زاد معناتها منتوجات قاعده يقع تسويقها. التطريز سيرتو البنات اللي عاملين ديزاكسيسوار ولا عاملين معناتها اختصاص مهن الموضه ينجموا يعملوا مشاريع في مجال الصناعه التقليديه، ونشوفوا كيفاش احذيه صناعه احذيه تقليديه وصناعه اكسسوارات نتاع الاوت كوتور استعمال التطريز. دونك هذايا معناتها زاد مجال كبير لل معناتها لبعث المشاريع. بالنسبه لامتيازات الحوافز، قلنا اي انسان يمارس مهنه من المهن هذوما ابار نعطيوه وصل التسجيل الحرفي باش يتمتع معناتها بالامتيازات نتاع الديوان، باش ينجم يبعث يحل الباتين، ينجم ينخرط بها في الضمان الاجتماعي. كيف ثم امتيازات جبائيه ومرقيه. بالنسبه للصناعه التقليديه، الدوله وفرت له تشجيعات اكثر باعتباره معناتها قطاع عنده علاقه برشا بالتراث نتاعنا وبالموروث الحضاري نتاعنا. دونك اللي يبعث مشروع في الصناعه التقليديه مثلا باش يقوم توريد بعض التجهيزات والمواد الاوليه، التجهيزات المواد الاوليه هذه اللي يقع توريدها واللي ما نصنعوهاش في تونس وما نفروهاش في تونس، هذه معفاة تماما من الاداءات الديوانيه والكمروبيه. كيف بالنسبه لمنتوج الصناعه التقليديه، هو يخضع الى نسبه اداء على القيمه المضافه ب 6%، مش جزئيه ولا 12% كيف بعض المنتوجات. عندك بالنسبه اللي يصنع في الفوطه يشري الخيط يشري ب 6%، وكيبيع الفوطه برومي فيني ولا يبيع تابلو موزايك ولا يبيع مابل يبيعه ب 6%. الورك اللي يخدم الاثاث الاندستريال ولا العصري هذاك يشري اللوح ب 18 ويبيعه ب 18. دونك الدوله خصت له تشجيع اكثر. كيف كما قلنا الاعفاء من المعاليم الديوانيه بالنسبه للمنتوجات اللي موجوده 6%، تخفيض في الاداء على القيمه المضافه بالنسبه للمواد الاوليه والافصال زاد كيف 6% بالنسبه لمنتوجات الصناعه التقليديه، وضبط نسبه الضريبه على المرابيح المؤسسات الخاضعه للاداء ب 10%. هذوما بالنسبه للامتيازات الجبائيه. شوفوا معناتها الاختصاصات صناعه الحلي، خاطر ابار القروض اللي ابار الترجيعات الامتيازات الجبائيه ثم اليات اخرى تساعدوا بها الحرفيين. شوفوا هنا مثلا دوره نتاع تكوين مستمر ناخذوا الحرفيين اللي مثلا عندهم اختصاص صناعه الذهب لصناعه المصور، نعملوا لهم ديزاكسيون دو فورماسيون. هنا صناعه الصابون اللي هي زاد كيف صناعه الصابون وتقطير الاعشاب وصناعة المواد العطرية التقليدية، كيف هذا صناعة تقليدية وتنجم تمارس حتى ب 1000 و2000 دينار تنجم تبعث مشروع في المجال هذا، وهذا زاد كيف منتوج قاعد يقع معناتها ترويجه. صناعة المنتوجات نتاع الامبلاج، شوفوا معناتها بار معناتها باز معناتها منتوج صناعة تقليدية نجم نعملوا به منتوج معناتها للتغليف وعلب تكون ديكوراتريس. واحنا السنة عندنا مسابقات الابتكار من بينها مسابقة خاصة بالتعليم.
بالنسبة للدعم الدولة فيما يخص الترويج، قلنا إذا بعثت مشروع في الصناعة التقليدية